الحصل انه هو جاي رايح من الصلاة، بعديها خش البيت وجوا وراهم مظاهرين، فمظاهرين خشوا وهو قفل الباب، بس ما هو بيقفل كان في يعني العساكر اللي هم برا بيقاوموا معه في الباب، فالباب يتقفل. بعد شوية سمعنا ضرب نار، تمام، منها وقع. احنا بس ما عايزين حاجه غير انه احنا عايزين حقه يرجع. احنا عايزين نعرف اللي ضربه، عايزين نعرف هو اتضرب ليه، هو اتضرب في عقر داره، هو اتضرب في بيته جوا، الرصاصه اخترقت الباب، هو زول كان بيغاوم، هو ما عمل لك حاجه، هو زول قفل الباب، يعني هو ولا طلع ولا اتظاهر ولا عمل اي حاجه، زول قاعد في بيته، كيف رصاصه تجيه وتضرب الباب وتخترق الباب وتضربه هو؟ هو زول ما عمل لك حاجه، انت كيف تضربه باي حق انت تضربه؟ احنا عايزين نعرف السبب. هو لو كان متظاهر برا كان ممكن نقول انه هو متظاهر، لكن هو ما متظاهر، هو جوا بيته، حتى الرصاصة قاعدة في الباب.